بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. انطلق أيها الحفل الكريم الشوط الرابع بتعداد أشواط هذه الفترة الصباحية مع منافسات وانطلاقات شعارات الشيوخ والسعادة الحاضرة والمتواجدة على أرضية هذا الميدان مع منافسات الحيل والزمول، وهذه الانطلاقة المخصصة لذئات الزمول. لنبدأ معكم بذكر الأسماء الخمسة الأولى المتنافسة والمنطلقة والباحثة عن التتويج وعن الناموس في هذه المسيرة. أول الأسماء شعار الأشواط الأولى الرئيسية، شعار هجن الشحانية المتقدم هذا الشعار، والحامل لهذا الشعار ممنون تعود ملكة هجن الشحانية بمتابعة جار الله بن محمد بن عقيل المري من يقدم لنا البرنس ممنون على المركز الأول. المركز الثاني من تسلل من الجانب الأيمن يتواجد بارود، تعود الملكية لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود بن عبد العزة الثاني على المركز الأول بهذه اللحظات. لياتي ممنون على المركز الثاني. المركز الثالث التواجد المبشر، تعود ملكية الهجن المرخية التضمير مع عامر بن صنيجر بسالم الوهيبي من يتابع بعملية التضمير. المركز الرابع وتابع الغادم من يحمل الرقم 4 شغموم، تعود الملكية لسعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز الثاني بمتابعة حمد بن محمد الدهن المري من يقدم بعملية التضمير. المركز الخامس مشاهدين الكرام وتابع القادم جازم، تعود الملكية لهجة الشحانية والتضمير مع محمد بن خالد العطية. هذه الأسماء الأولى الخمسة المتقدمة والحاضرة. خلف الخمس أسماء لم يحن موعد تواجدها بالنداء الأول، لكن هنالك القدوم والانطلاق الجميل من قبل هذه الأسماء والشعارات الحاضرة. نترقب قدومها لدائرة الأسماء الخمسة المذاعة وإلى الأسماء الخمسة المتقدمة الحاضرة والمتواجدة. نعود إلى المركز الأول، نعود إلى قيادة هذا الشوط لنتابع بارود على المركز الأول من يعلن الوجود والحضور. أولا قائدا للأسماء متواجدا على البداية حاملا بارود شعار سعادة شيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني على المركز الأول ومع صدارة بقيادة سليمة بانطلاق جميل بأداء مميز وباندفاع مع المركز الأول. المركز الثاني ممنون على ثاني الأسماء يحضر معنا مع المرتبة الثانية، يحمل شعار هجي الشحانية، تعود الملكية لهجي الشحانية والتضمير مع جار الله بن محمد بن عقيل المري من يقدم لنا ممنون الباحث عن النقطة الثالثة بمسيرته. المركز الثالث التواجد مشاهدينا الكرام من قبل مبشر لهجن المرخية بمتابعة عامر الوهيبي من يقدم لنا مبشر مع المركز الثالث. المركز الرابع الواصل بانطلاقته والقادم شقموم لسعادة شيخ محمد بن جاسم آل ثاني بمتابعة حمد بن محمد بن هادي آل الدهن المري. والمركز الخامس أتابع القادم من الجانب الأيمن الأسماء الحاضرة الواصلة بهذه المسيرة. أول القادمين القادم مهرب، تعود الملكية الهدية المرخية بمتابعة عامر الوهيبي من يقدم لنا هنالك الاسم اللي على المركز الخامس، لكن تغيرت الأمور مع تقدم جازم لهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية. هذا هو النداء الثاني للأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتواجدة. لنعود بحضراتكم إلى مجريات المقدمة وإلى الصدارة لنتابع مسيرة أول الأسماء، حضور المقدمة وانطلاقة البداية، بارود المتواجد على المركز الأول. تعود ملكية بارود لسعد شيخ ثاني بن علي بن سعود بن عبد العزة الثاني مع انطلاقة البداية ومع الحضور أولا، غائدا للأسماء منذ الانطلاق متحكما
بزمام أمور هذا الشوط، يرقص هذا الرقص الجميل، وحبات الرمال تتراقص تحت يقف بارود المتواجد على المركز الأول ومع الصدارة بدأ ينفرد عن بقية الأسماء. لنتابع الكادر الأسفل، الفارق ما بين الأسماء الثلاثة الأولى وما بين الأسماء والشعارات الحاضرة خلف المراكز الثلاثة المتقدمة، هذا الفارق الذي صنعت هذه الأسماء الحاضرة والمتقدمة. لنعود بحضراتكم إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى البداية. بدأ العد التنازلي نحو اختطاف ناموس هذا الشوط مع انطلاقة والتحديات هذه المسيرة الحافلة بالإنجازات. لنتابع المركز الثاني القادم بمسيرته، الله ينبشر، وصل مبشر ليبشر مالكه بناموس هذا الشوط مع هذا الانطلاق الجميل والثنائي المميز. مبشر بارود مبشر، تعود ملكية مبشر لهجن المرخية بمتابعة عامر بن سنيجير بسالم الوحي بمن يتابعه بعملية التضمير. لكن البداية ما زالت مع انطلاقة بارود مبشر. الله، اللحظات الحاسمة ما بين هذه الأسماء المميزة، المركزين الأول والثاني انفردت بهذا الأداء الفارق والكبير الذي نتابع الكادر الأسفل من شاشة قناة الريان. شكرا مخرجنا العزيز من دائما يلتمس اللقطات الجميلة المميزة. مبشر غير مجريات الشوط لينطلق مع الأمتار الأقلة خاطفا هذا الناموس المميز، محققا المركز الأول بانطلاق جميل بأداء مميز بشكل راية بأداء رهيب بدون أي تعليمات. عصاته راك دوامنا، ما حركوه عصاته ببطانه. لكن غادم بارود ليختطف الناموس. بارود مبشر بارود، اللحظات الحاسمة خط النهاية يرحب بقدوم مبشر الخاطف لناموس هذا الشوط. هجن المرخية هي صاحبة هذا الشوط وصاحبة هذا الناموس الثاني، والتبريكات لهجن المرخية والثانية لعامر لهيبي من تابع لنا مبشر خاطف الناموس هذا الشوط. المركز الثاني وصل بارود لسعادة شيخ ثاني بن علي بن سعود الثاني. المركز الثالث هجن الشحانية مع القادم سياف. المركز الرابع وصل جازم الهجن الشحانية. خامسا العابر الهجن الشحانية. المركز الثالث والرابع والخامس برفقة المشاكب بعملية التضمير. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء تابعنا المنافسة التي حضرت في هذا الشوط وشاهدنا مبشر من خطف البساطي من تحت يخف بارود وانتزع ناموس هذا الشوط بتوقيت زمني 8:18 52 جزء من الثانية. الثانية والتبريكات الهجن المرخية والثانية نزفها لعامر بن سنيجر بن سالم الوهيبي على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني وصل بارود 8:18 96 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات نزف لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود بن عبد العزيز الثاني على هذا الفوز المستحق. المركز الثالث كان الوصول لسياف، توقيت الزمني لحظة الوصول. ثمان دقائق 31:70 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لهجن الشحاني والتهنئة لمحمد بن خالد العطل.